شكرا جزيلا شاعرنا الكريم في هذا الحفل البهيج الجميل وفي هذا الجو الحار. هناك حرارة الطقس وحرارة الشعر. هذا لي. بصراحة كنت هيأت دراسة تقريبا شبه أكاديمية حول هذا الديوان الجميل، ولكن بما أن هذا الجو جو الإنصات إلى الشعر والإبداع، ربما تبدو الدراسة الأكاديمية شيئا ما متعبة ومرهقة، خاصة في هذا اليوم الحار، إلا من حرارة الشعر التي لا نضمأ ولا نشبع منها. بصراحة ديوان راقني كثيرا وصهرت معه ليال وأياما، خاصة من حظي أستاذنا الكبير أسعد. أنهينا العمل وابتدأت العطلة، فكانت العطلة مصاحبة لهذا الديوان. لا أقرأ الدراسة ولكن أعطي ملخصا ما كتبت، لأن 14 صفحة وهي صعبة للقراءة في هذا الجو. باختصار سأنشرها إن شاء الله، أعد أستاذنا الفاضل، سأنشرها في مجلة أدبية متخصصة حتى يكون له يعني وقت للتأمل ولجميع المبدعين الاستفادة من هذا الديوان، وحتى لا أختزل حقهم. في الحقيقة يحتاج إلى وقت وإلى تأملات في جميع المصطلحات والمفاهيم والكلمات التاريخية الدالة، كما قالت الأستاذة وكما تفضل الأستاذ كذلك، لأن كل كلمة كلمة هنا، وكما شرح الشاعر كل كلمة وراءها خلفيات، لذلك نحتاج إلى وقت لتفصيل كل هذا. لذلك هذه مقدمة، ثم يعني ملخص هذه الدراسة. هناك صورة الشام والوطن في الديوان، الغزل والأسطورة، ثالثا المحور الثالث اللغة الشعرية النبطية وخصوصية شعرية الأستاذ أسعد الظاهر. هناك شعر نبطي ولكن لكل شاعر له خصوصية معينة وأسلوبه الخاص الذي يبدع به. رابعا أو العنصر الرابع البنية الإيقاعية في الشعر، خاصة كما تفضل شاعرنا الكريم بأن الأستاذ، وهذه يعني أول مرة أعرفها، معلومة جديدة لي، ولكن وجدتها في الديوان. هناك بنية إيقاعية يعني مدققة وأصيلة أيضا. وختمت هذه الدراسة بالحقل الدلالي، دلالات الديوان، ماذا يريد أن يقول لنا الديوان من العنوان إلى آخر قصيدة في هذا الديوان الجميل. لذلك سأختصر هذه الورقات في كلمات مقتضبة. أبدأ من صورة الوطن والشام في هذا الديوان الجميل. الديوان ابتدأه بزهرة، وكأنه يقول لنا وطني البعيد أشم عطره من هنا، رغم أنه جريح الآن والوطن يعاني. إذن تمرة الأورنج حينما تتذوقها تجدها مرة، إذن الوطن يعيش المرارة ولكن عطره فواح ويصلنا إلى الآن. وتفرد بجملة واحدة هو العنوان، لم أجد قصيدة داخل الديوان، وهذا أول مرة أراه في هذا الديوان. جميع الشعراء دائبوا على هذا التقليد. القصيدة الأولى في الديوان هي التي تحمل عنوان الديوان، ولكن أسعد كسر هذه القاعدة ويخبرنا، يعني ليس اعتباطيا ولكنه قال تكسرت سياجك يا وطن. حينما تكسرت سياجك يا وطن لم تبقى أي قيمة لجميع القيود ولجميع الإطارات ولجميع الموازين، لذلك وكسر هذه القاعدة في الشعر الخاص الذي هو شعر ظاهري، ليس نسبة إلى المذهب الظاهري الحزمي، ولكن نسبة إلى الشعر الظاهري عند أسعد. والصورة بالإضافة إلى زهرة الأورنج مثل الوطن بنهر الفرات، كما نجد في الشعر الحديث هناك الرمزية، هناك الانزياح، هناك الإيحاء. وجدت بأن نهر الفرات هو إيحاء أو رمز للوطن، و
الغريب الغريب، ربما صدفة للشاعر لم ينتمي لها، ولكن ليعرفني أني سهرت مع هذا الديوان وجدت مصطلح أو كلمة أو مفردة الفرات تكررت في الديوان 7 مرات. 7 مرات، وأسجل هذا العدد. لماذا 7 مرات؟ وجدت سرا في قصيدة أخرى 7 سنين غربة. وكأنه يقول كل سنة يا وطن مرت بطول عمر طول الفرات، ونعرف أن نهر الفرات نهر طويل جدا، يعني 7 سنوات عدد ربما بسيط ولكنه طويل طويل جدا بطول نهر الفرات وبأشواق نهر الفرات وبخضرة شواطئ أو سواحل نهر الفرات وبكنوز الفرات وبتاريخ الفرات وحضارة الفرات. وهذه الظاهرة وجدتها عند الأستاذ أسعد ظاهر يذكرني كما قلت له هنا في الكواليس، يذكرني بشاعر جميل قريب من هنا في هولندا، شاعر أصيل كذلك، هو عباس جيجان، توايا يكسب بالشعر بالشعر النمطي الشعبي. هو يعيش خاصة في قصيدته التي راقت جديد جيد كثيرا وصف فتاة هولندية. نعم. فقال والله يعني يحكي فيقول مرتويت يعني شربت ماءكم هنا بهولندا، ولكن أي يعني لم أرتوي إلا عندما أشرب من نهر دجلة. عباس جيجان يعيش ويشتاق للوطن عبر نهر دجلة، يعطيه رمز. والأستاذ أسعد رافد كذلك، رمز الوطن هو نهر الفرات. إذا تكرر مصطلح نهر الفرات في الديوان 7 مرات بالإضافة إلى عنوان القصيدة طبعا، ليدل على 7 سنين غربة هنا في أوروبا. قد لا أطيل لأن الديوان يعني مجموعة ألغاز وأساطير أيضا وحكايات وحضارة، كما قلت هناك خلفية يعني ليس خلفية إنسان كاتب عادي بالطبع، لا، هناك عمق نبطي، هناك عمق شعبي، هناك عمق تاريخي عكسه هذا الديوان بمرارته بأحزانه بغربته. حتى في الغزل يعيش العذاب ويعيش المرارة، حتى يقول نحن وردتين ذابلتين. نعم. هناك يعني بيت راقني جدا في هذا التشبيه، بغصن دبلان، في بغصن دبلان فعلا، مرتين بغصن دبلان، بغصن دبلان للأسف الشديد. شريمت وتشميني وصيحا من حرقة الآه لو كانت الدنيا ظهرية. ما شاء الله عليكم. تفيحين يا وردة جورية، أريدك ولفئي، أريدك شفة حمرة وخدود ريانة، يلي عيونك بالكحل حليانة، ما أقدر أقابل عيونك، ما أقدر أقابل عيونك، يا سقيتيني ميها ريمتي يوم العيون السود، ريمتي يوم العيون السود. يا سلام. يا سلام. يا سلام. لذلك لا أطيل عليكم، واليوم يوم عرس لشاعرنا الجميل، سأقرأ القصيدة التي راقتني كثيرا وهي رمز للوطن.